ففعلا قدر يعتبر مبتدئ في الانسان غير اسمه. اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه مفتاح الماضي، معاكم يوسف احمد، والنهارده هنكمل مع بعض ملوك خبيئه الدير البحري. بس قبل ما ابتدي مع الملك الجديد، ما تنسوش في كل مره لو عجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب. نبتدي مع بعض. الملك بتاعنا النهارده ينطبق عليه المثل اللي هو بيقول ما يفضلش من الانسان بعد ما يموت الا اسمه. فعلا الملك بتاعنا النهارده هو رمسيس الاول. طبعا اول ما كلنا نسمع اسم رمسيس بيجي في بالنا الملك الشهير رمسيس الثاني، ونفتكر على طول ان رمسيس الاول يبقى ابو رمسيس الثاني، لكن في الحقيقه لا. رمسيس الاول هو اول ملوك الاسره ال19، وكان الوزير او الشخص المقرب الصديق المقرب للملك حور محب اخر ملوك الاسره ال18. والملك حور محب ما قدرش ينجب وريث او ما انجبش وريث، فبالتالي انتقل الملك او العرش لرمسيس الاول بحكم منصبه مثلا او قرابته من حور محب. رمسيس الاول لما حكم مصر كان يعتقد او يقال انه كان في بدايه الخمسينات، سن كبير قوي، وما عادش غير يدوب سنتين. ولما اندفن المقبره بتاعته كمان ما كانتش كامله، وما قدرش يعمل اي انجاز تاريخي او بصمه تاريخيه في عهده القصير ده. حتى زوجته، زوجة الملكية بتاعته، لما اندفنت في مقبرتها برضه المقبرة بتاعتها ما كانتش كاملة. وكمان مقبرة رمسيس الأول كانت صغيرة، لكنها تعرضت طبعا للنهب، واللي أدى في النهاية إن المومياء بتاعته تكون مصيرها خبيئة الدير البحري. وفعلا مفضلش من رمسيس غير اسمه بس، اللي أكتر من 11 ملك اسمهم رمسيس حكموا مصر تيمنا باسمه أو باسم رمسيس الثاني العظيم. فعلا ما فضلش من رمسيس الا اسمه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وما تنسوش في كل مره برضو هحط لكم حكم رمسيس امتى، اتولد امتى، ومات امتى بالتواريخ المحدده في الديسكربشن بوكس. اشوفكم الحلقه الجايه.